يلا بينا. ليه يا دنيا ليه؟ ليه؟ قاسية كده فيها، ايه؟ دخلت يا عم طه ولا اتسألت، يا نهار ابيض. تهت وغرقت يا عم كريم، اه سايبك خلاص انا من دين امك، انا زهقت، كل يا لهوي، الصحاب جايين ورايا، والله جايين فوقهم شايفهم كلهم جايين معايا، يا نهار بنده ابيض. عليهم صوت اتنبح، يا خساره مش سامعين مش سامعين. نداي، يا نهار ابيض. هيوصلوني ويرجعوا، اه بنده عليكم اسمعوا من يا جوه رب قلبي، من اسمعوا. جوه قلبي ايوه هتوحشوني، طبعا. من غير كلام، من غير سلام، من غير دموع، عشت السنين وياك اللي في بالي وهنساك، طبعا وحضوري وسبناه جه واحنا خلاص اللي فات. اه ايام، وكل الناس بتنسى، بس طبعا. بقول لك ايه، اه اوعى تنسى اللي خلقنا، خير طبعا. وشر، لحظة وهتلقى العمر مر، والدور هيجي مفيش مفر، صح. سر الحياة، سر الوجود جوانا، اه ملهاش حدود، ملهاش حدود. بنجرح في ناس بتعيش سنين، ونحب ناس ظهرت شبابها بتنطفي قدام عينينا، صح. والمعنى موت، مين اللي ينسى وينسى ايه؟ ده انا لسه سامع ضحكتك في وداني رن، طبعا. شايفك بعيني بعيني، وبسمتك رايحة وجاية، لو انسى كل الكون ملامحك يا عم طه مش هنسى، لو عدى بعدك 1000 يوم بعدك، ومهما الدنيا تقسى، بس اللي ينسى ينسى روحه، والروح عليه ازاي تهون، ازاي تهون، ازاي؟ انا قلت لك خلاص يا عم جامدة كده، سكت. جامدة. لسه سكت الكلام، لسه سكت لسه الكلام، والله لسه ما سكتش في برضه. حاجة تانية.